وانا عايز اقول بس ان كان اثناء والكلام ده بيتقال دلوقتي يعني كان هل كان مطلوب ان احنا نجيب يعني اسلحه للقوات المسلحه في الفتره العشر سنين اللي فاتوا دول؟ انا مش هجاوب على السؤال ده خالص، ومش عشان الحرب اللي موجوده دلوقتي، لكن لازم دي تعرفوا ان الحفاظ على قوه الدوله الشامله بكل معانيها، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية وقوة الوعي، أمر مهم جدا جدا ونشارك فيه كلنا. فأنا مش هرد، مش هجاوب على السؤال اه شفتوا بقى، لا لا لا، حتى لو ما كانش حصل اللي حصل دلوقتي لابد ان القوات المسلحة والشرطة تبقى في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد، وده أمر أنتوا كمواطنين كشعب كبرلمان كحكومة كمفكرين كمثقفين لازم تكونوا مش مقتنعين بيه، لا، أنتوا محتاجين أن أنتوا تتكلموا مع الناس فيه دائماً.